مخرج دايما الحقيقه ما بيناش بنتفاجئ بابداعه. مخرجنا الرائع خالد جلال، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا، منورنا يا خالد. ربنا يحفظك، ده نور حضرتك والله. ومعانا نجوم العرض صلاح الدالي، اهلا يا صلاح. اهلا بحضرتك. وآلاء علي، اهلا بيك يا آلاء. ازي حضرتك؟ كويس الحمد بيك. لله. قول لي بقى، انت بقيت متخصص في الـ في الـ في الـ في الـ الاحداث الكبيره. الحمد انت لله. اللي دايما بتعمل لنا الحاجات المبدعه في الاحداث الكبيره. ايه سر الاختيار؟ مين اللي بيختار؟ لا انا ما اعرفش، يمكن عشان انا متعود على العمل مع الجيل ده، يمكن عشان انا مسؤول عن مثلا مسرح مركز الابداع الفني بقاله سنوات. حضرتك عارف طبعا مسرح مركز الابداع ده الفني ده هو اللي مطلع تقريبا كل اللي بيمثلوا في مصر، يعني من كل الدفعات بتاعتنا طلع كل محمد ممدوح ومحمد فراج ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وهشام اسماعيل، وعدد ضخم جدا من النجوم طلع من جوه مركز الابداع الفني. فيمكن بحكم انك ان انت بتعرف تتعامل مع السن ده، بتعرف تطلع منه افضل ما عنده. فلما تم اختياري في اول مره للزائر ان انا اخرج في المنتدى مساعدة الزائر ونجحت نجاح كبير بالظبط، في اخر المنتدى طلعت توصيه من اداره المنتدى بان تستمر هذه الورشه بشكل دائم، كل سنه نجيب شباب من العالم، والشباب العالم ده يعني ينصهر في بوتقه واحده مع شباب مصر، ولمده 14 يوم يكون في عمل يومي. انا عايز اقول لحضرتك ان اللي بيتعمل ده يعني اللي بيعرفه يعني في المسرح وفي كده بيقولوا ده يشبه المعجزه كده، انك انت بتبدا عرض من الصفر تاليفا واخراجا واشعارا والحان. من قد ايه بدات؟ من 16 يوم بالظبط. بالظبط بالظبط، حتى يعني احنا جينا دي ممكن السنه دي اصعب سنه كمان، يعني ايام في المحاكمه احنا قعدنا نفس الفتره الزمنيه بس كنا بادين قبلها بشويه في التجهيزات، انما المره دي احنا وصلنا شرم الشيخ وبدانا نفكر في شرم الشيخ والديكور اتعمل في شرم الشيخ والازياء اتعملت في شرم الشيخ والاشعار كتبت في شرم الشيخ والالحان اتعملت في شرم الشيخ وتصميم الاستعراضات اتعمل في شرم الشيخ، كل ده في 15 يوم. ال 15 يوم دول انا اعتقد ان هم كانوا خليه عمل لا تنام. شارك معاك شباب من كام دوله؟ شارك معانا من حوالي 15 دوله، يعني كان معانا من البرازيل ومن البرتغال ومن من اللينكات. في صفحه للمنتدى الشباب بيقدم فيها اللي عايز يشارك، فبيبعتوا لينكات، يعني كل واحد بيبعت لينك كده، هو بيغني، هو بيعمل استعراضات، هو بيعزف، هو بيمثل، فبيجي لي كل اللينكات دي وبتفرج عليها وبختار الناس اللي من العالم، من دول العالم المختلفه اللي يقدروا يشتغلوا في ورشه عمل داخل منتدى شباب العالم. السنة دي كان معانا من طاجيكستان ومن أذربيجان ومن أمريكا ومن ملاوي ومن روسيا ومن صربيا والبرتغال ومن من من 15 وتونس والمغرب واليمن. اخترت صلاح وآلاء ازاي طيب؟ صلاح وآلاء من ولادي في مركز الإبداع الفني، صلاح الدفعة الجديدة اللي هي لسه داخله، وآلاء متخرجه من دفعه سينما مصر الدفعه اللي فاتت، وهما الاثنين يعني من الوجوه المميزه جدا في مركز الابداع، واعتقد ان هما السنين الجايه هيكونوا في مكانه تليق بيهم يعني.